وسيد البشر والبرور والمسجل انتكاساتنا وانتصاراتنا وقبو الخيول. هو الريح والريح ليس له مكان، هو الزمان والزمان ليس له امان. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل لو حلمنا بزواج الريح والزمان؟ هل ترضى السماء؟ هل يجاب الدعاء؟ هل نعلم سر الإخفاء وعلة الموت والبقاء؟ إنها فلسفة الفناء والبقاء المرفوضة عند سيدها والمحفوظة في ذاكرة الأقوياء، الماحية لآثار الضعفاء، الغارقين في أوحال الريح والمتعبين بشقاء السماء. إن جف حليبها وإن أجهشت وأرعدت بالدماء، لا جواب لكم أيها الفقراء إلا الله عن سر السعادة والشقاء. فلنركب أعلى الشراع، شراع مركبة الزرقاء على البحر، حيث الريح والزمان المتربصان بأحلام مركبة الزرقاء، زرقاء الأحلام ومياه بحر زرقاء تبحر بي من زمن إلى زمان ومن مكان إلى مكان. والريح تهز أشرعة الموج الزرقاء وتبدل رويدا رويدا أحلامي ومفكرتي البيضاء. من أنا؟ لسه وقت الجوده شويه. لماذا انا وانا انت ان شئت احمل الم الوجود والفناء؟ من اعطاني هذا الحظ وان شئت هذا الشقاء؟ من امرني بالملك ولم يخيرني بين الموت والبقاء؟ هو الزمان الحداد ونحن حديده، على النار يشوي احجارنا ويكوي اعمارنا ويعلقها كنجوم الليل، ويقطف اعمارنا زهره زهره حتى تجف حبال اعمارنا القصيره ويرمينا الى الريح التي تعيدنا طينا وحديدا الى حداد اجدادنا ليشوينا اقدارا تدنوها الريح. والريح ليس له مكان، هو الريح والريح ليس له مكان، هو الزمان والزمان.